نريد الآن أن نجد نهاية اقتراب x، نهاية اقتراب x من 1 للعبارة x تقسيم x ناقص 1 ناقص 1 تقسيم اللوغاريتم الطبيعي لـ x. إذن دعونا نرى ماذا يحدث عندما نحاول أن نختار الواحد. ماذا يحدث إذا قيمنا هذه العبارة على 1؟ حسناً، بالتالي سوف نحصل على 1 هنا تقسيم 1 ناقص 1. إذن سوف نحصل على شيء مثل 1 تقسيم 0 ناقص 1 تقسيم، وما هو اللوغاريتم الطبيعي للواحد؟ إي مرفوعة لأي قوة تعطينا 1. حسناً، أي شيء مرفوع للقوة 0 سيساوي 1. إذن إي للقوة 0 تساوي 1، لذا فإن اللوغاريتم الطبيعي لواحد سيكون 0، وبالتالي نحصل على ناتج غريب وغير معرف، وهو 1 تقسيم 0 ناقص 1 تقسيم 0. إنه يبدو بهذا الشكل الغريب والغير معرف، لكنه ليس نوع غير مألوف من النماذج التي بحثنا عنها في قاعدة لوبيتال. إننا لا نحصل على 0 تقسيم 0، ولا نحصل على ما لا نهاية تقسيم ما لا نهاية. إذن ربما أنك تقول إن هذه ليست مسألة قاعدة لوبيتال، سوف يكون علينا أن نجد هذه النهاية بطريقة أخرى ما، وسوف أقول حسناً لا تستسلموا بعد، ربما أنه يمكننا أن نحلها جبرياً بطريقة ما لكي تعطينا نموذج لوبيتال غير المألوف، ومن ثم يكون بإمكاننا تطبيق هذه القاعدة. ولكي نفعل هذا دعونا نرى ماذا يحدث إذا جمعنا هاتين العبارتين. فإذا جمعناهما، إذن هذه العبارة إذا جمعناها فستكون حسناً، المقام المشترك سيكون x ناقص 1 ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x. إنني أضرب المقامات، ومن ثم سيكون البسط. حسناً، إذا ضربت كل هذه العبارة باللوغاريتم الطبيعي لـ x، فسوف تصبح x اللوغاريتم الطبيعي لـ x، ومن ثم هذه العبارة كلها سوف أضربها بـ x ناقص 1. إذن ناقص x ناقص 1، ويمكنك أن تقسمها وترى أن هذه العبارة وهذه العبارة هما نفس الشيء. هذه العبارة هنا إنها نفس عبارة x تقسيم x ناقص 1، لأن عبارتي اللوغاريتم الطبيعي لـ x يتم حذفهما. دعوني أتخلص من ذلك، ومن ثم إن هذه تعادل 1 تقسيم اللوغاريتم الطبيعي لـ x، لأن x ناقص 1 يتم حذفها. إذن أتمنى أنكم تدركون أن كل ما فعلته هو أنني جمعت هاتين العبارتين. وبهذا دعونا نرى ماذا يحدث إذا أخذت نهاية اقتراب x من 1 لهذا الشيء، لأنهما نفس الشيء. هل نحصل على شيء أكثر إثارة للاهتمام؟ ماذا لدينا هنا إذن؟ لدينا 1 ضرب اللوغاريتم الطبيعي لواحد. اللوغاريتم الطبيعي لواحد هو 0، إذا لدينا 0 هنا، إذن هذا 0 ناقص 1 ناقص 0، إذن هذا سيكون 0 آخر، إذن نحصل على 0 في البسط. وفي المقام لدينا 1 ناقص 1 وتساوي 0 ضرب اللوغاريتم الطبيعي لواحد وهو 0، إذن 0 ضرب 0 يساوي 0. وها قد حصلنا عليها، لدينا نموذج عنقودي وهو الذي نحتاجه لقاعدة لوبيتال، على افتراض أنه إذا أخذنا مشتقة ذلك ووضعناها فوق مشتقة ذلك بحيث تكون تلك النهاية موجودة. دعونا إذن نحاول أن نقوم بذلك. هذا يساوي إذا كانت النهاية موجودة، فإن هذا يساوي نهاية اقتراب x من 1
ودعونا نأخذ المشتقة باللون الأرجواني. سوف أخذ مشتقة هذا البسط الموجود هنا، وبالنسبة لهذه العبارة الأولى قوموا باستخدام قاعدة حاصل الضرب. مشتقة x هي 1، ومن ثم 1 ضرب اللوغاريتم الطبيعي ل x. مشتقة العبارة الأولى ضرب العبارة الثانية، ومن ثم سوف نحصل على زائد مشتقة العبارة الثانية زائد 1 تقسيم x ضرب العبارة الأولى. إن هذا عبارة عن قاعدة حاصل الضرب، إذن 1 تقسيم x ضرب x، ومن ثم لدينا ناقص مشتقة x ناقص 1. حسنا، مشتقة x ناقص 1 هي 1، وهذا ما يساوي ناقص 1، ومن ثم جميع ذلك مقسوم على مشتقة هذا الشيء. لذا دعونا نأخذ مشتقة ذلك هنا. إذن مشتقة العبارة الأولى أي x ناقص 1 هي 1، نضرب ذلك بالعبارة الثانية ونحصل على اللوغاريتم الطبيعي لـ x، ثم زائد مشتقة العبارة الثانية مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x هي 1 تقسيم x ضرب x ناقص 1. أعتقد أنه يمكننا تبسيط هذا قليلا. 1 تقسيم x ضرب x هذا يساوي 1، سوف نطرح 1 منه، إذن هؤلاء يتم حذفهما من هناك، وبذلك فإن كل هذه العبارة يمكن أن تعاد كتابتها كنهاية الاقتراب من 1. البسط هو اللوغاريتم الطبيعي لـ x، سأفعل ذلك باللون الأرجواني، والمقام هو اللوغاريتم الطبيعي ل x زائد x ناقص 1 تقسيم x. إذا دعونا نحاول تقسيم هذه النهاية هنا. إذا أخذنا اقتراب x من 1 للوغاريتم الطبيعي ل x فإن ذلك سيعطينا حسنا اللوغاريتم الطبيعي لـ1 هو 0، وهنا نحصل على اللوغاريتم الطبيعي لـ1 وهو 0، ومن ثم زائد 1 ناقص 1 تقسيم 1. حسنا، هذا يساوي 0 آخر، 1 ناقص 1 يساوي 0. سوف تحصل على 0 تقسيم 0 مرة أخرى. إذن دعونا نطبق قاعدة لوبيتال. دعونا نأخذ مشتقة ذلك ونضعها فوق مشتقة ذلك. إذن هذا إذا أردنا الحصول على نهاية فسوف تساوي نهاية اقتراب x من 1 لمشتقة البسط أي 1 تقسيم x. مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x هي 1 تقسيم x تقسيم مشتقة المقام. وما هي؟ حسنا، إن مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x هي 1 تقسيم x. مشتقة x ناقص 1 تقسيم x بإمكانك أخذها بهذه الطريقة أي 1 تقسيم x ضرب x ناقص 1. حسنا، مشتقة x للقوة سالب 1، سوف نأخذ مشتقة العبارة الأولى ضرب العبارة الثانية، ومن ثم مشتقة العبارة الثانية ضرب العبارة الأولى. إذن مشتقة العبارة الأولى أي x للقوة سالب 1 هي سالب x للقوة سالب 2 ضرب العبارة الثانية ضرب x ناقص 1 زائد مشتقة العبارة الثانية أي 1.
ضرب العبارة الأولى زائد واحد تقسيم إكس، إذن هذا سيساوي لدي شيء عشوائي يظهر على جهاز الحاسوب خاصتي، آسف بشأن هذا الصوت إذا كنتم قد سمعتموه، لكن أين وصلت؟ دعونا نبسط هذا الموجود هنا. إننا نستخدم قاعدة لوبيتال، إن هذا يساوي حسنا، إن هذا يساوي، إذا قيمنا إكس على أنه يساوي واحد فإن البسط يكون واحد تقسيم واحد أي واحد، ونحن بلا شك لن نحصل على ناتج عنقودي أو على الأقل نموذج صفر تقسيم صفر مرة أخرى، والمقام سيكون إذا قيمناه على واحد فإن هذا واحد تقسيم واحد أي واحد زائد ناقص واحد للقوة ناقص اثنين، أو تقول أن واحد للقوة ناقص اثنين يساوي واحد، إنه عدد سالب، لكن لاحقا تضرب ذلك بواحد ناقص واحد أي صفر، لذا فإن كل هذه العبارة سيتم حذفها، ولدينا زائد واحد تقسيم واحد آخر، إذن زائد واحد وهذا يساوي واحد تقسيم اثنين، وهقد حصلنا عليها باستخدام قاعدة لوبيتال ومجموعة الخطوات. قمنا بحل شيء ما على الأقل لا يبدو مثل صفر تقسيم صفر، قمنا بجمع العبارتين فقط وحصلنا على صفر تقسيم صفر، أخذنا مشتقة البسوط والمقامات مرتين في صف لكي نحصل على النهاية، وانتهينا.